مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من خلاصه الكلام. الحقيقه ان احنا النهارده عندنا في خلاصه الكلام كذا ملف مهمين جدا هنتكلم فيهم. اول ملف هتكلم فيه ملف عامل حاله جدل غير طبيعيه، وعمري ما شفت ترند يطلع بالسرعه دي، يعني بسرعه جدا. الشيخ اللي طالع ترند اليومين دول، وهو المفروض ان هو من الطريقه التيجانيه، الشيخ صلاح التيجاني، في حالة جدل مش طبيعية عليه على السوشيال ميديا. أكيد حضراتكم شفتوا الكلام ده كويس جدا. بنوتة طلعت واشتكت ان هو تم التحرش بيها قبل كده منه، وان هو بوظ لها حياتها وكذا وكذا، ونشرت المحادثة اللي كانت بينها وبينه والكلام ده كله، وقالت ان هي مسحت الحاجات او الفيديو اللي هو كان بعته لها، اللي هو فيه حاجة يعني خارجة ما كانش ينفع ان هو يبعتها لها. والبنت دي بعد ما طلعت ابتدت بنات تانية راحت للمجلس القومي للمرأة وتبتدي تقدم بلاغات ان هو برضو من نفس الشيخ تم التحرش بيهم سواء لفظيا او كذا. طبعا الموضوع ده يخليك تفكر في كذا اتجاه مش اتجاه واحد. اول حاجة ان احنا عندنا شيوخ طريقة كتير في مصر، يعني في كذا طريقة معتمدة اساسا من المجلس الاعلى للطرق الصوفية. انت عندك مثلا 77 طريقة، 67 منهم مسجلين. طيب ايه موضوع شيخ طريقة ده؟ ايه القصة دي؟ يعني هل ده حاجة حلوة؟ هل ده حاجة مهمة؟ هل دي حاجة بتقربني من ربنا؟ عندك الطريقة المحمدية الشاذلية والطريقة التيجانية والإدريسية والرفاعية والنقشبندية. إيه الموضوع ده؟ طب ما أنا مسلمة سنية، هل أنا يعني لازم يبقى عندي شيخ طريقة وأمشي وراه؟ وليه مريدين ومحبين وأتباع والناس بتدافع عنه بقلبها وبروحها، تقولش يعني موضوع غريب يدعو للتساؤل. حاجة تانية خلتني أتساءل بشكل كبير جدا. البنت اللي طلعت اتكلمت وقالت إن هو ضايقها قبل كده واتحرش بيها عن طريق الشات، يعني نشرت صور وهي مع الشيخ، وفي صور تانية اتنشرت للشيخ. أنا بس بستغرب من حاجة، الأهالي اللي بيروحوا للشيوخ روح زي ما انت عايز، حقك حريتك الشخصيه، محدش عارف يتكلم، بس انت تجبر ولادك يروحوا ليه؟ ولفت نظري حاجه تانية، يعني ايه شيخ يحط ايده على بنتي حتى لو بنتي صغيره؟ ما ده مش مقبول على فكره، هو الصوره ما فيهاش حاجه، بس ده لوحده ضايقني، انا اتضايقت، مش مقبول. ويعني ايه افهم ولادي الصغيرين إن في ناس ما بتغلطش؟ لا بيغلطوا. ليه أنا أزرع عندها ده؟ ويعني إيه بنتي تيجي تقولي حاجة وأنا ما صدقهاش؟ ويعني إيه الشيخ أقرب لها من أبوها؟ بتحكي للشيخ اللي ما بتعرفش تحكي لأبوها، ليه؟ الأسر دي موجودة في مصر؟ أه موجودة. أنت إزاي بعيد عن بنتك كده؟ أنت إزاي بنتك بتدور لك على بديل؟ انت ازاي بنتك بتشتكي لحد تاني غيرك؟ انت ليه بعيد عنها؟ انت ليه مش بتحميها؟ انت ليه مش قريب منها؟ انت فين؟ انا مش بتكلم على الحالة دي، انا بتكلم على الحالات اللي شبه دي. الاب القاسي البعيد الناشف الجاف، البنت هتروح تدور على بديل فورا فتبقى فريسة، فتتحول الى فريسة. البنت اللي ابوها مش في ظهرها وبيحميها وبيحن عليها وبيسمعها هتدور على البديل، والبديل ممكن يحولها الى فريسه. ليه كده؟ ويعني ايه امي حتى لو هي شايفه ان انا غلطانه تهاجمني قدام الناس؟ ايه الفكر ده؟ امتى حصل ده؟ امتى ده حصل في المجتمع؟ يا جماعه الاسر دي انا بشوف ان الجواز والاسره ده شيء مقدس، ما ينفعش حد يخش بينا حتى لو الشيخ اللي انا بروح له، ما ينفعش. الجواز ده علاقه مقدسه، ما ينفعش شيخ يتدخل فيها، غير بقى في حالات الطلاق
لما نروح مشيخة الأزهر ونروح لوحدة لم الشمل ونقول لهم الحقونا احنا بنتطلق تعالوا حلوا، ده قصة تانية خالص. وبعدين يا جماعة ما الأزهر موجود، هو انتوا ايه مشكلتكم؟ أنا عايزة أعرف، ما الأزهر موجود ليه أنا بتجه اتجاهات غريبة؟ الصوفية في ناس بتحب، وفي ناس بتقول أنا متصوفة وواصلة لدرجة معينة في الدين. أنا ما بآمنش غير بالأزهر الشريف. أنا يعني المدرسة بتاعتي من عندي الأزهر، وأنا بلف ليه حوالين نفسي؟ أنا مش فاهمة. وبعدين ليه لازم شيخ يقول لي كل حاجة؟ أنا عايزة أقول لحضراتكم إنه ده في مشاهير الكرة والفن وكذا وكذا، يليهم الشيخ بتاعهم يروح ياخدوا رأيه، وأنت برأيك إيه؟ وقول لنا نعمل إيه؟ وقبل ما ياخد الخطوة يسأل السؤال، طب هل ده صح؟ هل ده مطلوب؟ يعني هل فعلا في موضوع الكرامات ده موجود؟ طب ايه دلاله الكرامات؟ انا مش فاهمه. يعني انا اعرف منين الراجل ده عنده كرامات؟ يعني ايه كرامات اصلا؟ طب ما ممكن يكون حد متدين، عنده علم بالدين، حد قريب من ربنا، حد عنده شفافيه، لكن موضوع كرامات ده برضه انا مش قادره افهمه قوي. طب نفهم اكتر. انا معايا دلوقتي على التليفون دكتور ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف اللي دايما بينورنا ويقول في الاستوديو سواء بالمداخله يعني او كضيف، وبيقول لنا معلومات مهمه والله دايما يا دكتور. الله يبارك لك وينفع بك البلاد والعباد ويستخدمك ولا يستبدلك. ربنا يخليك. تسلم تسلم. ايه اللي بيحصل على السوشيال ميديا ده؟ ايه ده؟ الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على رحمه الله للعالمين سيدنا محمد. الحقيقه احنا عندنا مصيبه كبيره جدا جدا. انا نفسي جالي اكتئاب كل ما افتح الفيسبوك، انا خلاص كرهت. ليه؟ لان الشيخ فلان والشيخ علان، الشيخ فلان والشيخ علان. وكانهم اتخذوا بعد هؤلاء يعني اربابا من دون الله. هم خلاص، هي بقى ده الواقع اللي بيعتمد على ان في طبقه من الفن ولا من الرياضه. لكن اللي احنا شايفينه النهارده ان السذاجه والسطحيه والهبل، فدي راحه للشيخ فلان الشرقيه، ودي راحه للشيخ فلان بني سويف، وهتقول له يا مولانا اعمل لي ومولانا يعمل لها، وتروح وتيجي. انا جالي شاب الى المسجد اللي انا بخطب فيه الجمعه، وقال لي هو انا لما اكون بعيد عن ربنا اعمل ايه؟ قلت له اكثر من الاستغفار والذكر هتلاقيك في كنف الله. قال لي طب اكتر حاجه تساعدني؟ قلت له انك تصلي الصلاه على وقتها. قال لي انت شيخ عجيب. بقول له ليه؟ قال لي لاني شيخي في الطريق اللي انا رحت له اداني صوره شخصيه 4 في 6 ليه، وقال له اذا اردت ان تنظر الى الله فانظر الى صورتي على طول. ودي عقيده فاسده، وللاسف الشخصيه اللي ذكرت والدنيا قايمه عليها، انا تتبعت معظم الافكار لقيت ان ده بند من بنودها. يعني يقول لك لو انت جعانه بص في وشي. ده اللي الشيخ اللي حصل عليه حاله الجدل على السوشيال ميديا تقصد؟ تابعته يعني، لقيت ايه بقى؟ انا مش هتكلم عن شخص، ولكن هتكلم عن الافكار اللي هو بيتبناها. ماشي تمام اتفضل. اول فكره مسمومه بيقول ان ربنا من اسمائه محمد ومحمود، وهذا من الكذب على الله، فالله لم يخبرنا أن محمد ومحمود من أسمائه. أيوة. يعني أدي أول هبل. الحاجة الثانية بيقول إن النبي محمد هو نور، هو من نور الله الذاتي، ودي عقيدة ضالة مارقة أبعد ما تكون عن حقيقة سيدنا النبي محمد، فهو بشر كسائر البشر، إلا أن الله أنعم عليه بالعصمة كي تكون أرضية للرسالة. تمام. ثالث فكرة بيقول ان سيدنا محمد لا يموت، هو حي. وهذا تكذيب للقران، ده ربنا بيقول له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت، وسيدنا محمد نفس وذاق الموت. بلاش كده، قال له بصريح العباره كده انك ميت وانهم ميتون. ففي تلاعب بالالفاظ كارثي. يقول ان سيدنا محمد ليس مخلوقا. نعم، امال ايه ان شاء الله؟ ما هو لو مش مخلوق يبقى اله، يعني لازم ما فيش لون رمادي. يقول ان المشايخ لهم شيء من اخلاق الله، فلا يجوز لك ان تحب احدا مع شيخك. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال تاني، هل حضرتك شفت الشات الرسائل اللي مبعوته ما بينه وما بين بعض الفتيات؟ للاسف شفت. رأيك إيه في الأسلوب وفي الطريقة في المودة الزيادة أو كده؟
طب خليني اقول لك حاجه، هو ده انا للاسف الشديد لما لقيت البلوى والمصيبه الكبيره دي، هديكي مثال واحد اتنقل وهو لم ينكره، انه هو بيقول لها انت كالكعبه التي احب ان اطوف من حولك، وكلام بقى مش عايز اقول الباقي، واقبل مش عارف ايه المنطقه السوداء اللي في جسدك، ولا الكلام الفارغ اللي بيتقال ده. حجر الاسد. هنا انا لما قريت ده لازم نبقى فاهمين حاجه، الطرق الصوفيه مليئه بالاوهام، ومليئه للاسف الشديد بافكار بعيده. لا كمان لفت نظري حاجه كمان حبيبتي حبيبتي حبيبتي، على انها بنته حتى دي مرفوضه المفروض. لا دي مش لغه عالم. يعني انا بتكلم عن الفكره دي، مش لغه عالم. الحاجه الثانيه حتى في الردود على تعليقات الناس على الفيسبوك، التعليقات ما فيهاش فعلا العالم يعني او صيغه العالم. ايوه يعني اللي بيقول يا بنتي اللي بيقول ايتها السائله الكريمه اختي الفاضله. ولذلك انا لما لقيت المصيبه دي اخر كلمات انا كتبتها على صفحتي، قلت ان ترك الصوفيه للمتصوفه سيجلب الخراب الفكري. انا عايزه اسالك سؤال، انا عايزه اسالك سؤال تاني، بس اسمح لي اطلع فاصل سريعا ونرجع تاني، ارجوك ما تقفلش ثانيه واحده. مش هقف، اتفضل. فاصل. لسه مكملة مع حضراتكم، ولسه معايا على الهاتف الدكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، ولسه بنتكلم على الحالة الجدلية اللي حصلت على السوشيال ميديا من الشيخ صلاح التجاني اللي هو صاحب الطريقة التجانية. المشكلة اللي حاصلة دي كنت واقفة مع حضرتك عن في سؤال مهم جدا، كنت بسألك بقولك الصيغة اللي بيتكلم فيها، لو حضرتك شفت الشات اللي ما بينه وما بين البنت، أو الرسائل اللي ما بينه وما بين البنت وما بين بنات أخرى، إنه كتير من حبيبتي، كتير عامله ايه، طمنيني عليكي، كتير مشتاق، يعني هل الشيخ عادي يكتب مشتاق؟ لفت نظري حاجه تانية يا دكتور، ان الام عارفه بالرسائل دي والام عادي، يعني مش فاهمه، انا مش فاهمه. طيب انا هقول لك حاجه. اولا دخوله على الخاص ده من المنكرات. لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخل على الخاص ويكلم واحدة ليست من المحارم إلا لطبيعة عمل. أنا الإعداد بيكلمني كذا بيكلمني، لكن إن شاء الله لما كل واحدة تعجب بمولانا فمولانا يدخل لها على الخاص ويقيم حوار مش طبيعي. أيوه. وبعيد عن القيم الأخلاقية. يبقى هنا في مصيبة بتحصل، في كارثة. الناس دي بيعتبروا أنفسهم قوة ناعمة، وبناتنا ما عندهمش، يعني بناتنا بيتعاملوا بعفوية بطهارة، شايفة ان ده كأنه ابن ربنا في الأرض. هي صغيرة، خلي بالك. كانت هي كانت صغيرة في السن، يعني البنت يعني لما كبرت في السن ابتدت تستوعب اللي هي مرت بيه بالظبط. فهي يعني وبعدين لو مامتها مباركة وباباها مبارك، يبقى انا ما بعملش حاجة غلط. انا مش هعيب على البنت، لان البنت لما سمعت ما كان بيتقال فيه قال الله فتحت قلبها وراحة بحب وبنظافة. لكن استغلال بعض هؤلاء الناس وخلق حالة من الأفورة حوالين شخصيتهم، وإنه هو المدخل لربنا، وإنه لا يا حبيبي، أجمل ما في الإسلام إن ما عندناش لا كهنوت ولا عندنا إنما يقربون إلى الله زلفى. هذه الهالة المصطنعة لا تأتي بخير. هؤلاء يستخدمون تلك المكانة الروحية لكي يخترقوا سواتر هؤلاء البنات، وبعض الحالات بتصل للزنا. خليني اقولها لك كده، ولان انا مريت باسئله كده، احد المشايخ مريت باسئله كده، ولا ما شفت حالات كده واعلنتها في ولا شفت حالات كده اعلنتها في انا شفت حاله اعلنتها للاستاذ عمرو اديب في مداخله زي ما بكلم حضرتك، ان البنت راحت لاحد من يدعي انه شيخ وقعد يقول لها سر الاسرار وبتاع وتعاليل البيت، راحت له البيت فاغتصبها، فبدات ما تروحش، فبدات الاسره، هو بعين جامده بيشتكي للاسره يقول لهم بنتكم ما بتجيليش، وانا كده مش مسؤول عن تدينها والحاله اللي هي عليها. وهو من التدين ان هي تروح له البيت لوحدها، ده اني تدين، هي مستحيل ده اني شرع، ده
ده انهي شرع ده؟ مستحيل تقول لي زوجها او ابوها. فانا هنا بفكر الام وبفكر الاب، انصروا بنتكم، اقفوا جنبها. ده الام كاتبه عريضه طويله بتدافع فيها عن الشيخ. عارفه ليه؟ لان ده برضو بيبين ان هي من الموتورين بالشيخ، من اللي الناس اصل ممكن ايه تصيبنا اللعنه، اصل ممكن يغضب علينا، اصل. ولكن تنتهك الحرمات. ده لا يجوز له ان يخلو بها اي نوع من انواع الخلوه حتى ولو على الماسنجر. وبعدين ليه في بعض الصور حاطط ايديه على البنت ليه؟ يعني ده لان ده فتنه. وانت ليه؟ انت ما انتش حتى لا انت طبيب بتعالج فمحتاج انك تحط ايدك على موضع الداء ولا الكلام ده كله. طب وايه حكايه ان حد ليه كرامات ده برضه؟ انا عايز افهمها. الكرامه اولا صاحبها لا يدعيها. الكرامه تعريفها ايه؟ امر خارق للعاده يظهره الله على يد عبد صالح تأييدا له في صلاحه. وفعلا يعني بيبقى في ناس عندها يعني كرامة. مثلا بتقولي لي ايه؟ والله بحكم اخوتنا في الله ادعي لي ان ربنا يفرج كربي، فانا اقول لك ربنا يشرح صدرك وييسر امرك ويفك كربك، ما تمرش ايام الا وربنا يفرج. فده مش معناه ان انا انسب لنفسي ان انا الصاحب اللي لا، ولكن احنا ده جزء من التعاون على البر والتقوى، ان صاحب السمت الصالح، ان الرجل الصالح زي سيدنا عمر. سيدنا عمر طيب. ربنا كشف له الحجب في بعض الأحيان. سيدنا عمر لما كان النبي ياخد رأيه في قضية فكان يفتخر يقول وافقني ربي في ثلاث. النبي خد رأيه في ثلاث قضايا، ربنا نزل قرآن بيأيد رأيي فيهم. فهنا دي اسمها طب كرامة. أصحاب الطرق دول بيكسبوا إيه يا دكتور؟ كتير. لا كتير بيكسبوا كتير. إيه بقى؟ يعني خلينا لا نعمم، نقول إن في ناس صالحين، لكن مفيش تعميم. ترك الأمر ترك الأمر على هذا المنوال. سيدنا النبي قال حاجة غريبة جدا والسلام. احنا بنعيشها دلوقتي. أيوة. بيقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني اميرة وابراهيم مش هيقوموا من النوم يلاقوا العلم اتمحى من راسهم. امال ايه اللي بيحصل يا رسول الله؟ قال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. طيب لو اخيرا 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 وسريعا وسريعا جدا، بس عايز اختم لك فقرة الرسول بس ربع دقيقة. خلاص. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. شوف النبي بيقول إيه؟ حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ودي المرحلة اللي احنا عايشينها في بعض الطرق للأسف الشديد. طيب أخيرا رسالة إلى الأهل اللي بيثقوا في الشيوخ للدرجه دي ويسيبوا بناتهم مع الشيوخ ويبعتوا رسائل لبعض والكلام ده، وكمان رساله للاب اللي بعيد عن بنته اللي بيقسو عليها القسوه دي وما بيسمعهاش ومش قريب منها وعنيف معاها فبتضطر انها تلجا لحد تاني. طيب اولا بقول للام والاب ان من الخيانه القسوه نحو الابناء. وسيدنا النبي لما كان بيشيل الحسن والحسين وهو من هو اشرف مخلوق، عامل حصان وحاطط على ظهره الحسن والحسين، فيدخل صحابي يقول له يا رسول الله والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدا قط. سيدنا النبي تعالى كده من الهيئة اللي كان عليها هو بيلاعب الأولاد وقال له وماذا أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك ولا تنزع إلا من شقي. فبقول للكل أم أنت مؤتمنة، وبقول للكل أب أنت مؤتمن على صداقتك ببن، ولو بتحسن لابنك إيراد لازم تحسن لبنتك 100 إيراد. وسيدنا النبي قال ايه؟ رحم الله والدا اعان ولده على بره. دكتور ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف انا بشكرك جدا، واحنا كده نكون ختمنا الملف ده. خلوا بالكم من بناتكم، مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه انها اسمها بنتي تبعت للشيخ رساله ويرد عليها برساله ونصاحب بعض ويا حبيبتي ويا وانت فين ومشتاق ايه يا جماعه احنا هنهزر؟ يعني ده حتى مش من شرع ربنا، يعني ده مش في الشرع. يعني خلوا بالكم من بناتكم أرجوكم. طيب ده كان ملف، ملف اللي جاي. الأسبوع ده كان فيه طبعا احتفال المولد النبوي الشريف، وبالمناسبة دي الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم الشيخ سامي الشعراوي أمين عام مجمع البحوث الأسبق تقديرا لدوره في خدمة الدعوة، وكمان مسيرة والده الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي أكيد طبعا، واللي ليه ارتباط كبير جدا وشديد جدا بوجدان الشعب المصري. الحقيقة أنه كان فيه لفتة
لفتة التكريم دي أثارت إعجاب ناس كتير جدا وأشادوا باللي بيقوم بيه سيادة الرئيس، وناس كتير فرحت لما شافت الشيخ سامي بسبب الشبه الكبير جدا بينه وبين الشيخ الراحل متولي الشعراوي. خلونا ناخد على التليفون دلوقتي ونطمن عليه طبعا الشيخ سامي الشعراوي. أهلا وسهلا يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الله يكرمك. يعني الناس كلها لما شافتك شافت الشبه الكبير جدا ما بينك وما بين والدك. هو نسأل الله أن يكون الشبه ظاهريا وباطنيا يا رب. يعني شبه كبير جدا جدا جدا. أسأل الله أن يكون شبها ظاهريا وباطنيا. يا رب يا رب إن شاء الله. لو تكلمنا عن التكريم وتكلمنا عن اليوم ده وتكلمنا عن شعورك، وإحنا شايفين حضرتك كنت بتتكلم مع الرئيس في هذه الأثناء، إيه اللي اتقال ما بين الكلام اللي حضرتك قلته للرئيس؟ لا ده كلام هو دعاء له أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون قدوة في حب أهل العلم وتكريمهم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يعينه الله على ما حمل من أعباء كثيرة، وأن يرزقه بطانة صالحة معينة له على خير هذه البلاد وهذه العباد إن شاء الله. ان شاء الله. لو تقولي يعني اكتر حاجه بتفتقدها في والدك دلوقتي كانت ايه؟ تبقى نعم. ايه ايه الحاجه اللي بتفتقدها في والدك دلوقتي؟ والدك بيوحشك، ايه الحاجه اللي بتفتقده؟ افتقد حنوه وعطفه والتزامه ووصيته دائما بالصبر والمصابره في الحياه في هذه الايام الشاقه على كل ملتزم. دلوقتي حضرتك شايف ان الموضوع صعب على كل ملتزم. وعينا. ليه؟ لان السلبيات كثيره. زي ايه؟ يعني عدم الالتزام بما نحتفل بذكراه. ايوه. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. اما الالتزام بذكرى الرسول عليه الصلاه والحب ليس حبا كلاميا، انما يكون حبا سلوكيا. ايوه باتباع سنته. شيخ سامي الشعراوي انا بشكرك جدا على المداخله، وكل سنه وحضرتك طيب. طيب الملف اللي جاي ده ملف مهم جدا بقى. طلع علينا على السوشيال ميديا استاذ عقيده بجامعه الازهر اسمه امام رمضان، استاذ عقيده وفلسفه بقسم الدراسات الاسلاميه في كليه التربيه بنين، فيديو على صفحته بيقول للناس اسرقوا الكهرباء، اسرقوا الميه، اسرقوا الغاز، اسرقوهم، اسرقوا طبعا حصل صدمه لما شيخ يطلع يقول للناس اسرقوا. هل ده منطق؟ ازاي شيخ يطلع يقول للناس اسرقوا؟ ما بصوا برضو ساعات ايه في بعض الشيوخ بياخدهم الشتتان في حتت غريبه وياخدهم جنون العظمه، ويفتكر ان هو الفتوى اللي بيقولها دي فتوى عظيمه لان هو شخص عظيم. فحتى الشيوخ ساعات بيضلوا، حتى الشيوخ بيضلوا، فده ضلال. اما انا شيخ والناس بتسمعني وبتصدقني اطلع اقول فيديو لكل الناس اقول لهم اسرقوا الكهرباء واسرقوا الغاز، حد يقول كده؟ هل تعلم ده بيكلف الدوله ايه؟ هل تعلم سرقه الكهرباء او سرقه الغاز تكلف الدوله ايه؟ طب ما ده هيحط علينا اعباء اكتر. طب ما اتعلم استهلك الحاجه ازاي؟ طب ما اصلح. طب ما اقول تعالوا بينا نصلح، لكن اقول تعالوا بينا نسرق؟ يعني نصلح ولا نسرق؟ هل دي فتوى تديها للناس؟ فطالع دلوقتي للناس تقول لهم اسرقوا، هل ده منطق؟ عارف حضرتك كنت ممكن تقول ايه؟ تقول يعني نتمنى الاسعار تبقى احسن، ان شاء الله الدنيا تتحسن، يعني في كلام كتير يتقال، لكن اسرقوا؟ ازاي تنصح الناس انها تسرق؟ ازاي تدي فتوى للناس انها تسرق؟ طيب انا معايا دلوقتي على الهاتف، طيب نحاول نكلمه مره تانية. ف الموضوع عمل ضجه كبيره جدا، طبعا الجماعه التانيين خدوا الفيديو ده وكانوا فرحانين بيه قوي وقعدوا يروجوا له.
بس حتى الاسلوب، حتى الاسلوب اللي هو بيتكلم بيه مش اسلوب شيخ. يعني في شيخ يتكلم كده؟ انا بستغرب الناس دي جدا. يعني انت ده كده انت بتتكلم باسم الدين؟ طب حتى قولها بطريقه تقول ان انت شيخ فيها. يعني الناس كده بيجوا لنا ساعات من الازهر، ناس محترمه مؤدبه في كلامها، كلامها منسق منمق، بتتكلم بالراحه، بتتكلم بهدوء، بتتكلم بالفكر بالمنطق، لكن الشيخ يطلع مقشر واسرقوهم اسرقوا. ايه ده؟ انت كده شيخ؟ هل انت كده شيخ اما تطلع للناس وتقول لهم اسرقوا حاجه؟ يعني انا اعتقد انه اهو زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه طالع يقول للناس اسرقوا، اسرقوهم يرحمكم الله. بتشجع الناس على ايه؟ هي ان واحنا ناقصين فتن؟ هي الدنيا ناقصه؟ معانا دلوقتي على الهاتف الدكتور عطيه لاشين، استاذ الفقه بجامعه الازهر. يا دكتور اهلا وسهلا. اهلا بكم. اهلا بحضرتك. دلوقتي احنا كنا بنتكلم عن الفيديو اللي انتشر الفتره اللي فاتت لاستاذ عقيده بجامعه الازهر اسمه امام رمضان، استاذ عقيده. نعم. وفلسفه. نعم. بقسم في كليه التربيه. نعم. البنين مظبوط. وطلع يقول للناس اسرقوهم، اسرقوا الكهرباء، اسرقوا الغاز، اسرقوهم يرحمكم الله. تعليق حضرتك ايه على هذا الفيديو؟ اولا هذا كلام وفتوى خاطئه 100% وجانبها الصواب، حيث اننا يجب ان نفرق بين المال العام والمال الخاص. ايوه. ومعنى المال الخاص يعني المملوك لفرد بعينه. واما المال العام فهو المملوك لجميع رعايا الدوله. ايوه. او لجميع افراد الشعب. وكلنا يعلم، ومن عنده الف باء الهجائيه في الدين يعلم ان المال العام له حرمه تفوق حرمه المال الخاص 100,000 مره، لانه فلوس الناس كلها 100,000 مره. ايوه. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال بشان الاعتداء على المال الخاص: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن المال الخاص المملوك لفرد بعينه له حرمة. نعم. ولذلك فرض الشرع على من يأخذ أموال الناس خفية بنكسني عن السرقة، قال الله بشأن ذلك: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. طيب. وتتعدد صور أخذ أموال الناس الخاصة غير المشروعة. أيوة. وكل صورة لها حكم شرعي ولها عقوبة شرعية خاصة بها. نسقط هذا الكلام على الفتوى، وقد بدأت كلامي بأن المال العام له حرمة تفوق حرمة المال الخاص. طيب تمام، بشكرك جدا. بشكرك جدا الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. أعتقد الكلام واضح جدا وصريح جدا أنه دي فتوى غير صحيحة، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده يعني في ناس بتفتي بثقة، يعني الكلام كان قاسي جدا وعيب أنه هو يطلع من شيخ. لا الكلام اللي هو بيقوله ولا الأسلوب اللي هو بيتكلم بيه تطلع من شيخ، تطلع من عالم دين. علماء الدين ما بيتكلموش بالطريقه دي، حتى الاسلوب اللي بيتكلم بيه ده مش اسلوب عالم دين ابدا. احنا بنشوف علماء الدين اللي بجد على حق، اللي يستاهل اللي انت تقول عليه عالم دين، ما بيتكلمش بالطريقه دي. احنا عايزين نتكلم في موضوع تاني، عايزين نتكلم ازاي ان احنا نستهلك الكهرباء بشكل صحيح، او ازاي اخلي فاتوره الكهرباء بتاعتي اقل. يعني هل في طريقة، على فكرة ده سؤال أنا بتسأله برضو، أنا بتسأل هذا السؤال أنا معرفش الإجابة، هل في حل يخليني إن أنا فاتورة الكهرباء تيجي قليلة شوية؟ هل في أنا حاجة مش عارفة أعملها أو مش فاهماها فبطلع شريحة أعلى مثلا؟ ما أنا عايز أفهم برضو إزاي إن إحنا نخلي فاتورة الكهرباء أقل شوية. هنروح دلوقتي الملف تاني، وهو الانفجارات اللي حصلت في لبنان من يومين. مناطق كتيرة في لبنان شهدت عدة انفجارات مفاجأة، من ضمنها الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وبشكل متزامن يعني على طول ورا بعض ورا بعض. أجهزة اتصالات وأجهزة اتصالات لاسلكية يعني محمولة اسمها البيجر، مشهورة جدا، بيستخدمها عناصر من حزب الله. تمام. ف
حصل الانفجارات مع بعض كلهم ورا بعض، فتقريبا اعتقد في 2000 مصاب، ده غير طبعا حالات الوفيات اللي احنا مش عارفين بالظبط عددها قد ايه. بيجر ده عباره عن جهاز اتصال لاسلكي بيستخدم لارسال اشارات او رسائل نصيه قصيره لمستلم حد بيستلمها يعني محدد واحد بس. ظهرت فكرتها في السبعينات وكانت بتستخدم بشكل اساسي في المجال الطبي والعسكري. الحقيقه ان المفروض يعني البيجر ده بيمتلك سيفتي عالي جدا وصعب جدا اختراقه. فايه اللي حصل؟ الانفجارات اللي حصلت هناك دي خلت ناس كتير تتساءل ازاي الاختراق ده حصل؟ يعني كده الواحد ابتدى يشك، هي ده شكل ايران يعني ايران نفسها مخترقه، وحزب الله مخترق، دول مخترقين يا جماعه، دول واصلين للجهاز اللاسلكي اللي هو المفروض البيجر المفروض ان هو يعني عنده سيفتي وحمايه عاليه جدا، والمفروض ان هو مش بالسهل كده. تساؤلات بجد، يعني كل المحطات التلفزيونيه العالميه والصحف العالميه والمنصات العالميه كل الناس بتتساءل ازاي تم هذا الاختراق. فدلوقتي انا معايا على الهاتف نفهم اكتر اللواء عادل العمده المستشار بالاكاديميه العسكريه المصريه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. تفسيرك ايه لهذا الاختراق؟ ازاي حصل؟ وبما معناه ده كده بقى ايران نفسها مخترقه وحزب الله مخترق، الناس دي مخترقه. اولا انا باكد على كلام حضرتك ان بالفعل في استراس كامل لكل هذه الاليات او كل هذه العناصر. الدلاله مقتل هنيه نفسه في داخل مقر امني يعني طبعا، وداخل ايران نفسها طبعا، فده دلاله على الاختراق، ان الاختراق متمثل وموجود وفي ترجمات كثيره. والرئيس الايراني هو مقتل اسماعيل ابراهيم رئيس قبل كده في نفس السياق وبنفس الاسلوب بالظبط، فاعتقد ان دي ترجمه حقيقيه لواقع احنا عايشينه وتؤكد اختراق ايران واختراق قذرعها اللي بيتمثل في اللي ما حدث في لبنان. يعني احد الازهر الرئيسيه حزب الله لايران تم اختراقه. المشهد يؤكد الاتي: اولا محاوله يعني الشاهد يعني عدم وجود حلحله للقضيه الفلسطينيه ولا لايقاف اطلاق النار في غزه وما يحدث الان، هي دي احد المبررات والتوابع اللي ممكن يترتب عليها تساعد الصراع في المنطقه كلها، واللي منها ما حدث بالامس، لان ده بينذر بان احنا على وشك يعني استنفار اسرائيلي كامل تجاه لبنان واتساع دائره الصراع، بما يؤكد على وجود خسائر كثيره جدا قادمه وخصوصا في الجانب اللبناني. أيوة. من جراء الهجمات الاسرائيليه. الشاهد والتاكيد على فكره الاختراق بقى اللي حضرتك سالتيني عليه اللي تم يوم 13 يوم الثلاث والاربع، وده كان على يومين متتاليين. اللي خلف اليوم الاول باستهداف جيش البيجر 12 قتيل و2800 مصاب منهم 300 في حاله حرجه. أيوة. اليوم الثاني يوم الاربع جهاز اللوكي توكي 20 قتيل و450 مصاب، معظم ال450 في حالات حرجه. فكره بقى الاستهداف دي جت ازاي؟ ده اللي هنقوله دلوقتي في اطار السيناريوهات اللي ممكن تكون تمت. السيناريو الاولاني اعتقد في هجمه سيبرانيه تمت على هذه الاجهزه، ودي سيناريو مستبعد بعض الشيء، ولكن وارد جدا ان يحدث في اطار الاختراق او يعني مستبعد. ليه مستبعد؟ ما انا هقول لحضرتك لان في اليه ثانيه للاستخدام، وده تحليلي، خد بالك حضرتك ده تحليل شخصي ليا اللي بيأكد هذا الكلام. الفكره الثانيه هي فكره ايه بقى؟ اولا التنظيمات المسلحه والجماعات اللي زي حزب الله دي ما فيش مصدر يعني التوريد لها السلاح الا من خلال وسطاء غير شرعيين، يعني مش مؤسسات معلومه وواضحه ولها ضمانات وبتقدم عقود وبيعملوا فيها تعاقدات، لا ده بيبقى شرائهم للاسلحه عبر وسطاء. يعني اذا الوسيط سهل جدا استقطابه وشرائه، في العمليه فيها خيانه وفيها اختراق وفيها اهمال بعض الشيء، ده هي تحس ان فيها خيانه من وسطيهم من قلبهم. بالظبط، لان في ناس اشترت. يعني الفكره عشان بس تبقى ببساطه شديده ان الاجهزه دي ما بتنفعش الا اذا تم تفخيخها عشان تنفجر. ساعتك قلت ليها يعني احترازات امنيه كامله وليها قدرات كامله في سياق كلامك وانت بتقدمي دلوقتي الموضوع. ايوه بالفعل هذا الكلام، لكن فيها خاصيه للتفجير، خاصيه تفجير ذاتي، لان دي ولو وقعت في ايد حد ممكن تستخدم استخدام سيء، خصوصا ان بيبقى عليها اسرار، فبالتالي ممكن تفجر. بس من قبل مين؟ من قبل اللي هو حاطط البصمه اللي وضع هذا الموضوع. طيب الجهاز ده الشركه ايكوم قالت ان هي
ما وقفت عمل او بيع هذه الاجهزه وتصنيعها من 10 سنين. ايوه. طب كيف اشترتها ايران او شراء حزب الله من خلال الايام السابقه القليله الماضيه، يعني من خلال سنه مثلا او عده اشهر؟ يبقى ده دلاله على ان هذه الاجهزه البصمه بتاعت الجهاز نفسه تم تزويرها وتم يعني مضاهاتها، والاجهزه صنعت داخل اسرائيل نفسها. ايوه. وتم تفخيخ البيجر داخل اسرائيل نفسها وبيع من خلال وسطاء الى حزب يعني الله. حاجه بتقول ان هو ده تم تصنيعهم يوم، يمكن ده حصل ان تم تصنيعهم داخل اسرائيل نفسها. بدليل وهم ما يعرفوش. الشركه المجريه رفضت ده تبعها، واللي التايوانيه رفضت هذا الكلام، والايكوم اليابانيه اللي هي محطوط عليها الشعار بتاع البيجر قالت انها بتوقف انتاج مثل هذه الاجهزه. طيب. بقى 10 سنين. طيب. فبالتالي ده دلاله دامغه على ان من فعل هذا هو صاحب المصلحه الرئيسيه في هذا الموضوع. هل حضرتك تتوقع ان في حرب قادمه في لبنان؟ يعني هو اكيد وبدائرها يمكن حرب هتتوسع لحد فين؟ يعني هيكون حجمها شكله عامل ازاي؟ هل هي حرب لحد دلوقتي زي ما احنا شايفين كده انه انت تعمل حاجه وانا اعمل حاجه هنصد ونرد كده بشكل خفيف، ولا هتبقى حرب؟ انا شايف اللي في اولا ده رئيس اركان اللي قال، مش انا اللي قلت، رئيس اركان اسرائيل اللي قال هذا الكلام، والشواهد بدات تظهر على مدار اليوم النهارده، يعني ثلاث مرات قصفات جويه بعدد كبير من الطائرات على بيروت وعلى جنوب لبنان، ده دلاله على ان في اتساع لدائره الصراع اهو في لبنان تحديدا، واستهدافها نقل القوات الاسرائيليه والفرقه 98 تحديدا من غزه من الجنوب في غزه الى الشمال لكي تكون قريبه من الجنوب اللبناني. لو تتذكر حضرتك كان في اخلاء قصري في بدايه بعد 7 اكتوبر تحديدا لعناصر في القطاع غزه من الشمال، من بيت لاهيا ومن بيت حنون ومخيم جباليا ومن جنين في المناطق الشماليه بالذات. وخطه الجنرالات اللي بيشاع عنها اللي ابتدت تظهر على الساحه وفي الافق خلال اليومين اللي فاتوا دول بتاكد على ان الحرب هتتوسع وهيكون في حرب. طب سؤال، هي ازاي اسرائيل بتفتح على نفسها كذا جبهه في نفس الوقت؟ يعني هل هي ضامنه للدرجات دي الربح؟ ان هي بتتوسع في الحرب ومع اطراف كذا طرف بتدخله للحرب. أيوة. هل هي للدرجات دي واثقه منها هتكسب؟ اتساع دائرة الصراع لأهداف في نفس نتنياهو، هو عايز يصل ل 5 نوفمبر بعد الانتخابات الأمريكية تحديدا، هتتضح الرؤية، لأنه عنده أمل كبير إن ترامب ينجح. ترامب المعترض تماما على فكرة حل الدولتين كجزء، والجزء الثاني على فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والاثنين ضد توجهات نتنياهو وبيحاول يحقق نجاحات، إضافة إلى فشله كامل، الفشل الكامل لنتنياهو فيما وعد به من القضاء على حماس او استعاده الرهائن. حتى الان مفيش هدفين من دول حتى الان تحقق بنسبه كبيره، فبيحاول يحقق نجاحات على الجانب الشمالي ليحقق امام الراي العام الاسرائيلي ان هو قدر ينجز ويحقق نجاحات كبيره. حضرتك تتوقع مين هيكسب في الانتخابات الامريكيه؟ تتوقع كاميلا هاريس ولا ترامب؟ لا، انا الشكل العام بيؤكد ان ترامب من وجهه نظرك وتحليل بس ومقومات ومقدرات ان ترامب ليه الغلبه، ويمكن ده اللي بيراهن عليه نتنياهو في نفس السياق ايضا، لان ده يحقق طموح ونقول ايه طيب هل الفتره الجايه دي نقلق على لبنان؟ لا، اكيد لازم نقلق على لبنان، لان وجود حزب الله واصراره على انه يشاكس مع اسرائيل حتى الان بدون نتائج ايجابيه في ولا مره، مفيش نتائج ايجابيه في ولا مره. فبالتالي ده يؤكد على ان لبنان هي الخسرانه، ده كدوله شقيقه يعني، فالخسائر في لبنان هتبقى كبيره للاسف الشديد خلال الفتره القادمه كتحليل، والشواهد بتقول هذا الكلام اعتبارا من صباح اليوم. للاسف يعني الشعوب بتدفع ثمن قرارات هي ما خدتهاش ولا اختارتها ولا بتشجعها حتى. دي حروب الجيل الرابع. يعني الشعب اللبناني مش هيتحمل ضربه كمان، يعني هو لسه بيقوم من مشاكل اقتصاديه كبيره ومشاكل سياسيه، فان احنا ان هو يقع في مشكله كبيره زي دي دلوقتي، يعني الموضوع بالنسبه لهم اكيد صعب. ما احنا المفروض برضه يا فندم نتعظ كشعوب كدول جوار ليها لبنان، لان لازم يقعد الشعب يلتئم مع بعضه ويلتحم مع بعضه، بلاش الفصائل المنعزله وبلاش التفككات والتشرذم. طبعا بالتاكيد يتم بعض الدول العربيه المحيطه، ولازم نتجمع كلنا على قلب رجل واحد ونساند قيادتنا السياسيه ونساند شعبنا وجيشنا عشان نقدر نقف فوق التحديات اللي بتقابلنا في كل الاتجاهات الاستراتيجيه. بشكرك جدا اللواء عادل العمده المستشار بالاكاديميه العسكريه المصريه، بشكرك جدا على المعلومات المهمه دي، ربنا يكون في عون اللبنانيين. لبنان شعب جميل وشعب مثقف وشعب هايل وبيحب الحياة، ويعني من أجمل الشعوب اللي تشوفها الشعب اللبناني،
وللاسف الشديد ان هو بيدفع ثمن اخطاء وبيدفع ثمن قرارات هو ما اخدهاش ومش موافق عليها اصلا. هنتابع مع حضراتكم باقي الملفات اللي معانا ولكن بعد الفاصل استنونا. طيب الملف اللي موجود معايا ده ملف برضو غريب، يعني دكاترة تجميل. طبعا احنا نعرف ان في دكاترة تجميل مشهورة جدا وليها اسامي محترمة جدا وبنثق فيها جدا ونحب ان احنا نروح لها، ودايما انا بقول لما اجي اروح استشير دكتور في اي حاجة بقى، في تجميل، في مرض، في اي حاجة، لازم اتأكد انا رايحة لمين وما امشيش ورا اعلانات السوشيال ميديا وخلاص. يعني لازم ابقى عارفه انا رايحه لمين ولا عارفه ان هو استشاري ايه او عالج مين قبل كده. يعني طبعا في دكاتره غنيه عن التعريف، انا دايما احب الدكاتره دي. السوشيال ميديا خلقت لانواع معينه من الدكاتره ان هم عندهم مساحه ان هم يعملوا دعايه لنفسهم بشكل كبير، والحقيقه ان الدعايه دي بتتعمل بشكل غريب جدا. في فيديو انتشر كبير جدا على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت لدكتور بيوري بقى النتيجة النهائية للناس الستات السيدات اللي راحوا له عشان يعملوا عملية تجميل. فالفيديو الحقيقة ان هو يعني ايه شكله غريب جدا، يعني لو ان هو مركز في مناطق معينة من السيدة، والفيديو مكتوب بالسيدات مش سيدة واحدة، والفيديو مكتوب فيها يعني عملية الأرداف البرازيلية. مظبوط يا جماعة؟ مكتوب عليه كده؟ اه مكتوب عليه كده. فبقى وجايب السيدات كلها يعني من يعني المشاهد اللي في الفيديو غريبة جدا. فالدكتور ده منزل الفيديو وعامل عليه إعلانات كمان بقى عشان ينتشر، وليه بعض فيديوهات على الصفحة بتاعته والسيدات من غير وشهم، وشهم مش ظاهر، ولكن ان هو جايب العمليات قبل وبعد ليه مناطق في الجسم ما ينفعش انها تظهر على الشاشه. يعني مناطق ما ينفعش تظهر على الشاشه ولا على السوشيال ميديا. طبعا الستات وشها مش باين، لكن هم باين جدا ان هم في غرفه العمليات او واقفين هو مصورهم، فهو مطلع فيديوهات وصور لمناطق حساسه من جسمهم ما ينفعش انها كانت تطلع على الشاشه. هل ده اسلوب دعايه؟ هل ده ينفع؟ هل ده صح؟ يعني في بعض الدكاتره بتستخدم هذه الصور يعني، ولكن ما بتبقاش للعوام ولا تنزل على السوشيال ميديا، ولا من حقه يوري الصور دي لحد غير وهو واخد موافقه المريضه اللي رايحه له، لان دي حرمه. فموضوع الحقيقه كان غريب جدا. أنا معايا دلوقتي على الهاتف الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء. يا دكتور مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. طيب هل حضرتك شفت الفيديوهات دي؟ الحقيقة في فيديو النهارده أنا شفته، أعتقد حضرتك ده اللي بتتكلمي عنه. أنت شايفه النهارده وطبعا يعني متأني جدا طبعا أنا أشوف فيديو بالشكل ده، وده طبعا مخالف ل اداب المهنه الخاصه بالنقابه، مخالف لائحه اداب المهنه، مخالف الاداب العامه. ايوه مخالف لسياسه خصوصيه حاله المريض وسره، حتى لو كان المريض موافق بالمناسبه، فالامور الخاصه بالموافقه على الدعايه باستخدام مثلا صور المريض او غيره لها سياسه ولها اوضاع معينه، مش خالص اللي احنا شفناه في فيديو النهارده. يعني يعني موضوع غريب قوي يعني، ويعني طبعا مركز مع مناطق غريبه في الجسم، ويعني مش عارفه ازاي هو عمل كده الصراحه. يعني هل ده من اداب مهنه الطب يعني؟ طبعا لا طبعا، وحتى في لائحه اداب المهنه ان الطبيب بيحافظ على السلوكيات العامه للمجتمع وللمهنه وللممارسه وما يحفظ كرامه المريض. بالنسبه لما جينا بنتكلم في اداب المهنه قلنا بما يحفظ كرامه المريض، اصرينا على الكلمه دي لان دي كلمه مهمه جدا، لان حتى لو المريض تنازل عن كرامته او تنازل عن شيء متعلق بانسانيته انت اللي المفروض تحافظ عليه. ده الدكاتره الاجانب يا دكتور لما بييجوا يعرضوا الحالات دي طبعا بدون الوجه، يعني بيحطوا ستيكرز على
يعني. لا هو الحقيقه الغرض دايما لازم يكون فيه غرض، الغرض الدعائي هو مرفوض تماما. احنا بالنسبه لنا بالطريقه دي، مش بالطريقه دي ابدا. احنا انا بتكلم ما بتكلم في سياسه السياسه. هل نقابه الاطباء هتاخد موقف في الموضوع ده؟ هكمل حاجه لحضرتك، لما قلت كده ما اتكلمتش على الدعايه، انا بقول لو انت هتستخدمها للتدريب مثلا كذا، لو انت مثلا في مريض جاي فعايز يشوف عمليه مثلا نتيجه العمليه بتاعته فانت بتفوق له نتائج، يعني لازم يكون في غرض دايما. لكن استخدامها على المشاعر بالشكل ده طبعا امر مخالف لاداب المهنه. الشيء بس المهم، احنا طبعا هنستلم عن الطبيب الاسبوع اول الاسبوع، يعني طبعا بكره الجمعه اجازه، اول اسبوع هنستلم عن الطبيب ونبدا ان احنا نبدا في اجراءات استدعائه. تمام. يعني نقابه الاطباء هتستدعي الطبيب. طبعا. لكن انا اكد عليه بس لو ظهر ان هو طبيب، اللي انا باكد عليه لحضرتك وللناس كلها، لا عفوا، ان جزء كبير جدا جدا من اللي بيطلعوا حتى بيطلعوا في التلفزيون، يعني هو ممكن ما يطلعش طبيب في الاخر. انا عايز اقول لحضرتك، انا بقالنا اسبوعين دلوقتي كل يوم والتاني تقريبا بنشوف نكتشف في طبيب بيشتغل في تخصص، بالذات تخصصات التغذيه العلاجيه وتخصص التجميل، بيطلعوا مش اطباء اصلا، بيطلعوا بيشتغلوا مهن ثانيه، بيشتغلوا والله العظيم. الله. وفاتحين عيادات وبيحطوا يفط وفي الشوارع وبيطلعوا في التلفزيون احيانا ويصادفوهم الناس في برامج ويتكلموا، وهم في الاخر خالص تكتشف ان هم مش اطباء. يا نهار ابيض. في تخصصات مختلفه كتير. يا نهار ابيض. وعشان كده نقابه الاطباء اتراقا من الدور المجتمعي، اللي احنا مش بس ضمن ان احنا نتكلم في حقوق الاطباء وقضاياهم، احنا برضه بنتكلم على حقوق المرضى. احنا عاملين خدمه على السايت بتاع نقابه الاطباء، من خلاله يقدر اي مريض يدخل يستعلم عن الطبيب اللي هو هيروح له، يعرف اذا كان ده طبيب ولا لا، يعرف المؤهلات اللي هي بيتمتع بها هذا الطبيب واذا كانت هي مناسبه اللي هو بيعلن عنها ولا لا، ويقدر يتاكد طبعا عشان خاطر يكون قلبه مطمن ان هو رايح. ايوه يعني اهم حاجه ان نقابه الاطباء هتاخد موقف في الموضوع ده، هيتم استدعائه، وهتقولوا لنا، هنتابع مع حضراتكم تقولوا لنا هو طبيب طبعا ولا مش طبيب اصلا. وكل ما يرد الينا، يعني كل ما يرد الينا من امور زي دي احنا بناخد فيها اجراءات، لان احنا يعني بنعتقد ان من الدفاع عن الاطباء برضه ان انا احافظ على صوره الطبيب. انا دايما عايز الطبيب دايما في صوره الحكيم بقى. أيوة. بعد زمان. أيوة. اللي الناس كانت حتى بتلجا له في الامور الاجتماعيه حتى والاسريه والحاجات الخاصه بيه. ده طبعا لما حد يشوف طبيب بالشكل ده عمره في حياته كلها ما لو هو بيفكر كويس عمره ما هيستأمنه على سلبه ولا يستأمنه على حالته، لان ده شخص الحقيقه اللي بيستخدم المرضى بشكل بسيء هو الحقيقه شخص غير امين تماما. طيب. واحنا مهمتنا ان شاء الله ان احنا نحافظ على هذا الشكل. بشكرك اللائق. بشكرك جدا دكتور خالد امين، عضو مجلس نقابه الاطباء. مهم جدا ان نقابه الاطباء تفضل متابعه الاحداث المهمه اللي زي دي، لانه يعني هو قال كلمتين دلوقتي مهمين جدا. قال لك ان في دكاتره بتطلع تعمل اعلانات على السوشيال ميديا ويعملوا فيديوهات ويفط في الشوارع وهم مش دكاتره اصلا، فاحنا في كارثه تانية بقى خالص. فارجوكم خلوا بالكم، لانه لو دكتور بجد، يعني لو طبيب بيراعي ضميره وبيراعي اداب المهنه اصل الدكتور يا جماعه ده انا بشوفه انه حاجه كبيره جدا، يعني مش حاجه هينه. فالدكتور اول حاجه بيحترم نفسه وقبل ما يحترم الاخرين، فالدكتور اللي بيطلع بهذا المشهد ازاي دكتور؟ فين اداب المهنه؟ هو ده اللي انت اتعلمته في الطب؟ هي دي الدعايه اللي انت بتعملها؟ خلوا بالكم بتروحوا لمين، لان انتوا بتبقوا متبنجين وبتناموا تحت ايديه، فخلوا بالكم بتروحوا لمين. طيب ده كان ملف. الملف الجاي الحقيقه هو ملف انا بشوفه موضوع المكملات الغذائيه والحاجات اللي بياخدوها المنشطات اللي بياخدوها الرجاله والولاد الشباب اللي عايزين يروحوا الجيم ويعملوا عضلات ويبقى شكلهم حلو، وكتير من الشباب بيعمل كده دلوقتي. من كام يوم كان في خبر صادم هز العالم الرياضه كله وعالم كمال الاجسام، وفاه اللاعب البيلاروسي اسمه ايليا، مش عارفه عايزه انطق اسمه صح، يعني اسمه ايليا يافيميتشيك او حاجه كده، اسمه صعب جدا، بس هو معروف بان هو اضخم لاعب كمال اجسام في العالم كله. توفى فجاه بدون اسباب، وكمان بيسموه الوحش، عنده 36 سنه، صغير في السن.
مش أول لعيب كمال أجسام يتوفى بهذا الشكل المفاجئ، ودايما معروف عن لعيبة كمال الأجسام إنهم عمرهم قصير وبيجيلهم أمراض كتير، ده حاجة معروفة عنه. مش شكله صعب، أول مرة أشوفه على فكرة. يعني هل دي عضلات طبيعية؟ أكيد لأ، أكيد لأ، ده مش يعني إيه ده؟ موضوع كبير. طيب الله يرحمه، هو توفى وتوفى بشكل مفاجئ، فطبعا ده مش شكل عضلات طبيعية أبدا. طبعا اللي بيلعبوا كمال أجسام ساعات بيلجأوا إلى المنشطات وبياخدوا إلى مكملات معينة عشان جسمهم يوصل للمرحلة دي. شبابنا بقى وولادنا طبعا بياخدوهم قدوة وعايز جسمه يبقى، وشفنا كذا حالة الفترة اللي فاتت بيتوفوا من المنشطات عشان خاطر يروحوا الجيم. عايزين نسمع معلومات أكتر عشان نطمن برضو على أولادنا. معايا دلوقتي على الهاتف الدكتور علاء ياسر، استشاري جراحة القلب. أهلا وسهلا يا فندم. مساء بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. طيب لسه بنتكلم دلوقتي على الموت. هي استشاري أمراض القلب مش جراحة القلب مع الاعتذار يعني. عفوا يا فندم، لا حضرتك تؤمر، استشاري أمراض القلب. اتفضل يا فندم. دلوقتي احنا بنتكلم في موضوع مهم جدا، يعني حضرتك عارف انه في شباب كتير بيروحوا يحبوا يروحوا الجيم ويحبوا ياخدوا مكملات غذائيه معينه، ودايما المدرب بتاعهم ينصحهم بادويه معينه ياخدوها عشان العضلات تكبر بسرعه والمنشطات والكلام ده. فمكامل يعني دايما اللي بيلعبوا كمال اجسام يعني بيبقى سنهم يعني ما بيكبروش في السن، بيموتوا اسرع. يعني احنا عندنا دلوقتي حاله اللي هو لاعب كمال الاجسام ده اللي ملقب بالوحش مات عن فجاه، البيلاروسي مات فجاه. فهل حضرتك عندك تفسير يعني عشان خاطر برضو نفيد الناس شبابنا اللي بيروحوا يعني الجيم بشكل كبير؟ احنا لو بنتكلم عموما يعني الجيم مفيد جدا. طبعا لا احنا ما بنتكلمش على الجيم، احنا بنتكلم على اللي بياخدوا منشطات عشان عضلاتهم تكبر. ده طبعا ده خطر كبير جدا والله. بيمثل خطورة يعني. أنا هتكلم من منظور تخصصي في أمراض القلب. بعض المنشطات ديت بتترسب في عضلة القلب وتؤدي إلى زيادة سماكة العضلة. وبالتالي بتعرض العضلة لتوقف مفاجئ. طيب لو ما أثرتش على العضلة هتأثر على الشريان التاجي اللي بيغذي العضلة. إزاي؟ بعض المواد اللي فيها بتزود لزوجة الدم وبتؤدي لحدوث تجلطات. ايوه. لو ما عملتش كده العضله بتكبر بصوره برتم عالي والشريان اللي بيغذيها ما بيكبرش بصوره تتوافق مع درجه كبر العضله، فبيبقى في قصور. الأسوأ من كده ان هي بتاثر على التيار الكهربائي اللي ماشي في عضله القلب. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في قلوبنا غدد كهربائيه هي اللي بتسير العضله. ودقيقه جدا جدا وبالملي فولت بنحسبها. لو اختل التوازن الكهربائي اللي في العضله العضله بتتعرض لرجفان خبيث وضربات مميته بتؤدي الى توقف العضله، وغالبا ده اللي حصل مع اللاعب البيلاروسي. المواد اللي بتتاخد المنشطات دي بتأثر أكثر حاجة على التيارات الكهربائية داخل عضلة القلب، وده اللي بيؤدي إلى توقف القلب المفاجئ. أكيد الحاجات ديت بتعمل، بس واحد مشهور زيه يعني مش المفروض في دكاترة بتتابعه وبتتابع صحته وحالته الصحية والكلام ده؟ والله يا فندم ولا برضه مفيش يعني؟ أكيد. بما إن هو بيتناول المنشطات بشكل دائم ده كده كده هيأثر على قلبه. يعني السؤال بتاع حضرتك سؤال ذكي جدا بصراحه. يعني ممكن انا استشهد بلاعب تاني كان بيلعب في نادي كبير جدا في اوروبا. ايوه تمام. وفي منتخب اوروبي كبير وقلبه توقف نتيجه اختلال في كهرباء القلب. كهرباء القلب دي ملهاش تبريد للاسف. يعني انا ممكن شاب من ولادنا او من اخواتنا بياخد منشطات. ولو ما بيعملش لنفسه تشيك اب كل شويه يعمل نفسه تحليل بوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم ويعمل رسم قلب فجاه جدا اختلال كهربه القلب يؤدي لتوقف قلب. عشان كده في اصلا مواد ممنوعه تماما. ايوه بالمواد دي
وفي مواد المفروض لو سمح بها طبيا، وفي دلوقتي طبعا تخصص طب القلب الرياضي بقى تخصص مفيد جدا ومهم جدا ومنفصل جدا في امراض القلب، وفي زمايلنا كتير شغالين فيه وعارفين ابعاده كويس قوي، واحنا عارفين المواد اللي يسمح بها لحاجات معينه. انا احمد رفعت الله يرحمه، ايوه، اولياء امور كتير جولي، واحمد رفعت الله ما كانش بياخد منشطات، قلبه توقف فجاه، ايوه، نتيجه اختلال كهربائي. هو طب احمد رفعت الله يرحمه مكشوف عليه ومعمول له فحوصات، بس ايه اللي حصل؟ اختلال كهربائي مفاجئ. هتتصور انت ممكن تاذي قلبك اصلا بالستريس، أيوة، بسهر، بجرعات عاليه من الشاي والقهوه، ويعني يعني يا دكتور الزعل ممكن يموت فعلا؟ جدا. ومشهوره جدا دلوقتي متلازمه القلب المكسور، بروكن هارت سندروم. حد يزعل فجاه ويحصل له ما يشبه جلطه في عضله القلب وضعف شديد، وقد يؤدي الموضوع ده لحدوث وفاه. يعني بروكن هارت سندروم، أيوة، مصطلح طبي، أيوة، شهير جدا. طيب اخيرا حضرتك تنصح شبابنا بايه بقى، اولادنا اللي دايما بيبقوا عايزين يعملوا نتيجه سريعه وعايزين العضلات بتاعتهم تكبر بسرعه فبيلجأوا للمنشطات والمدربين بتوعهم؟ المدرب بقى عامل نفسه دكتور دلوقتي للاسف الشديد، المدرب بتاع الجيم يقولوا لا خد وكده والمنشطات ويجيبها له، ده المدربين كمان تحولوا الى ديلرز للمنشطات، يعني هو اللي يجيبها له، وشركات المنشطات تتعاقد مع مدربين معينين عشان ينصحوا الشباب بيها والناس بيها. فحضرتك تنصح ولادنا بايه؟ والله ممنوع تعاطي اي مواد اشراف طبي من طبيب موثوق ان هو طبيب مارس المهنه الطب من خلال نقابه الاطباء او من خلال مستشفى معروف ان المستشفى دي هو دكتور، أيوه، مش مدعي. رقم اثنين، لو سمح طبيا باحد انواع المنشطات كل ثلاث شهور على الاقل تعمل رسم قلب، بوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم، والاحسن من اي حاجه خالص الاكل الطبيعي، تاكل بروتين كتير حيواني، بروتين نباتي، تاكل كربوهيدرات، ايوه، لان البروتين بيبني العضله، وهي دي اللي هتبني العضلات، وهي دي اللي هتبني العضلات. ومش مطلوب منك اساسا ان انت توصل للشكل ده، يعني الشكل الغير طبيعي ده مش مطلوب منك اصلا توصل. بالظبط جدا، انا رايح الجيم عشان اتريض وعشان يبقى عندي صحتي كويسه وصحتي قد كويسه، انا مش رايح العب كمال اجسام، و مش هدخل بطوله جمهوريه ولا هنافس على ميداليه ولا هعمل، انا رايح عشان يبقى انا عندي صحه. ايوه مزبوط. ايه الداعي بقى ان انا انجرف وراء تيارات المنطقات وراء كلام المدربين؟ بشكرك جدا دكتور علاء ياسر، استشاري امراض القلب، بشكرك جدا يا فندم على المعلومات المفيده دي. يعني احنا دلوقتي بنقول يا جماعه لكل الشباب اللي بيروحوا الجيم والمدربين، معظم المدربين دلوقتي بقى هو كمان اللي بيجيب لهم المنشطات، لان هو بيبقى متعاقد مع شركات معينه، فالموضوع كبير مش صغير، فخلوا بالكم المنشطات بتموت، بس عضله القلب هتقف هتموت. فليه نلجأ لما خلي شكلك حلو وجسمك حلو، العب بالمعقول ويعني وكل كويس وخلاص، مش محتاج ان انت تبقى هيراقلي، مش مطلوب منك تبقى كده. طيب خلي بالكم يا جماعه، ماشي. الخبر اللي جاي اللي موجود معايا، الملف اللي موجود كمان ملف مهم جدا. مصر بتسجل ربع مليون مولود جديد في 62 يوم، ربع مليون في 62 يوم، ده عدد كبير جدا. وده مرتبط بالتنمية ومرتبط بالخدمات وغيره من الحاجات اللي بتتقدم للمواطن. وإحنا كنا اتكلمنا قبل كده والإعلام كله بيتكلم عن موضوع الزيادة السكانية وقد إيه لو البلد مش مستعدة للعدد اللي هي بتستقبله، العدد الكبير اللي بتستقبله ده بيبقى مشكلة كبيرة جدا، لأن أنت عايز تعلم وعايز تعالج وعايز تشغل وعايز حاجات كتير. في مناطق في مصر أكتر من غيرها بكتير بيبقى عدد المواليد عالي جدا، الأسرة تخلف بالست عيال وبالثمان عيال عادي مفيش مشكلة، والواحد هنا بيتساءل سؤال، طيب أنت بتخلف ستة وثمانية ماشي، هل معاك فلوس تصرف عليهم؟ هل معاك فلوس تعلمهم؟ هل معاك فلوس تعالجهم؟ ده سؤال مهم على فكرة، أنت مسؤول، فلو جبت عيال ابقى عارف أن أنت قادر تصرف عليهم بقى وتعلمهم وتعيشهم عيشة كريمة، ولا انت هنخلف وبعدين نبقى نشوف نفكر؟ ما مش بنيجي نشوف بنلاقي الموضوع ما بينفعش، فبنضطر ان احنا نشغل العيال بدري ونرميهم في الشارع وليه؟ فاحنا الفتره اللي فاتت دي عددنا زاد بشكل ملحوظ جدا، وهنعرف التفاصيل دلوقتي ونعرف بقينا قد ايه بالظبط. ف حاجه لفتت نظري برضو قبل ما اخد المداخله، معلش عايزه اقولها،
كان في فيديو لعريس اتشهر قوي وبقى ترند، وعروسته ما كانتش عايزه تتجوزه فبقوا ترند. العريس طلع قال في فيديو انا معيش غير 4 جنيه وهي كانت متضايقه مني وزعلانه مني. انا بقى جه في دماغي حاجه تانية خالص غير الترند اللي الناس بتتكلم عنه. طب حضرتك معكش غير 4 جنيه وحضرتك هتتجوز ازاي؟ هتفتح بيت ازاي؟ يعني هتفتح بيت ازاي وهتخلف ازاي وتخلف لنا بقى بعد كده 4 و6 ما حضرتك معكش اساسا تتجوز، هتفتح بيت ازاي حضرتك؟ ده بقى انا يعني كل الترند اللي كان شغال والبنت مش طايقاه وباين عليها انها طبعا مش متقبله الجواز وهو ما شاء الله عليه يعني حاجه غريبه، يقول لك انا ده انا معيش غير 4 جنيه. طب انت حضرتك هتتجوز ازاي؟ هتفتح بيت ازاي وانت معكش غير 4 جنيه؟ انت مش عارف تجيب قميص وبدله، ده على كلامك على حد قولك. طب هتتجوز ازاي بقى؟ فاهم ازاي؟ فالثقافه عندنا العظم بتاعنا الثقافه بتاعتنا عايز تغير، عايز تتنسف. انا ما اخلفش عيال غير وانا عارف ان انا معايا فلوس اصرف عليهم، ولا هجيبهم ابهدلهم، ولا هجيبهم هم يصرفوا عليا. طيب انا معايا دلوقتي على الهاتف الدكتور حسين عبد العزيز، استاذ الاحصاء بجامعه القاهره وكمان مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. يا دكتور اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايه رايك في الموضوع اللي بنتكلم فيه؟ بقينا كام؟ وصلنا لكام دلوقتي يا دكتور؟ احنا حوالي 106.8 مليون نسمه دلوقتي. ده داخل مصر. ده داخل مصر. وخارج مصر. خارج مصر دي ما احنا الجهاز ما بيعملش تقديرات ليها، انما وزاره الخارجيه اللي بتعمل تقديرات ليها، كان اخر تقديرات حوالي 10 مليون. فبالتالي يعني 10 طيب. مليون بره و106.8 جوه. فاحنا 106.8. طيب هل في مناطق عن غيرها عدد المواليد ازيد بكتير؟ اه طبعا احنا عندنا كل محافظات وجه قبلي عدد المواليد فيها هي عدد سكانها حوالي 39%، لكن هي مسؤوله عن 43% من المواليد، فبالتالي أصلاً. هم بيخلفوا اكتر كتير من العمليه دي. متوسط عدد الاطفال في لكل ست في الصعيد مختلف. اقدر اقول لك يعني بالمحافظه، لو بصيتي مثلا في محافظه زي سوهاج مثلا، هتلاقي متوسط عدد المواليد لكل ست فيها حوالي 3.7. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل بما حضرتك عامل دراسه كامله للموضوع يعني وبتقول ان في وجه قبلي عدد دول مسؤولين عن عدد كبير جدا من المواليد دي، يمكن حضرتك قلت حاجه 40%، هل متوسط مستوى الاسر هناك يتحمل هذا العدد من المواليد؟ لا هو طبعا يعني احنا دايما بنقول ترشيد وضبط النمو السكاني، بمعنى انه زي ما حضرتك قلتي انا لما بقى الخلفه دي مسؤوليه ومش مسؤوليه ماليه بس، مسؤوليه يعني اجتماعيه وصحيه وماليه. طبعا يعني انا هخلف سته، هل هقدر اوفر لهم الرعايه المناسبه ولا لا؟ مش بس الماليه، ان انا ارعاهم اتابعهم اشوف ظروفهم ايه، اوجههم بالشكل المناسب، ولا انا عشان اوفر لهم الامكانيات الماليه هبقى مطحون في الشغل وما بشوفهمش. طيب واكتر مناطق عدد المواليد فيها اقل او متوسط؟ حلو. احنا عندنا محافظه بورسعيد تعتبر محافظه نموذجيه، متوسط عدد الاطفال فيها لكل سيده حوالي حسب حتى مسح صحه الاسره 21.8، يعني اقل من مستوى الاحلال كمان. فدي تعتبر محافظة متميزة. عندنا أيضا محافظة اسكندرية مثلا 2.1 مستوى الإحلال. فالمحافظات الحضرية عموما مستوى الإنجاب فيها أقل كتير جدا. القاهرة. القاهرة 2.3 يعني برضو كويس، رغم أن القاهرة محافظة كبيرة وفيها تنوع سكاني، فبالتالي انها تبقى 2.3 بس. يعني حضرتك كتير. بتقول ان اكتر نسبة مواليد هي في الوجه القبلي، في الصعيد، مظبوط؟ بالظبط. بالظبط. طيب حضرتك شايف انه الموضوع ده طب نعالجه ازاي؟ طب ما احنا بنطلع نتكلم كتير بنقول يا جماعه اللي ما يقدرش يصرف على سته وسبعه وثمان اطفال، يعني بما ان حضرتك تقول المعدل ده يعني كل عيله عندها سته سبعه. لا هي مش كل عيله عندها سته سبعه، يعني بنتكلم في المعظم. لا ولا المعظم، هو جزء من العائلات عنده 3 و4 وفي جزء عنده 2، انما 5 و6 بقت قليله جدا دلوقتي حتى في الصعيد.
حتى في الصعيد. طيب هل برضو اللي بيخلف 4 أو 5 هل عنده القدرة المادية ان هو يصرف عليهم ويديهم تعليم كويس ويديهم خدمة صحية كويسة؟ يعني هل هو قادر على ده ولا لا؟ الغالبية من الأسر ما عندهاش هذه الفرصة، خصوصا في الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها. طيب. وبالتالي مش بس الظروف الاقتصادية، انما ايضا زي ما قلت لحضرتك القدرة على رعايتهم بشكل سليم. وبالتالي من الأفضل دايما، لكن حضرتك قلتي نعمل إيه؟ إحنا عندنا واضح إنه في حاجتين لازم نعملهم. واحد على مستوى إن أنا أوعي الناس وأفهمهم وأغير المفاهيم اللي بتتكلم عن الأطفال الكتير مطلوبة للعزوة، إن الأطفال الكتير دول ما أنا بخلفهم وأشغلهم، كل هذه المفاهيم لازم أغيرها. وبالتالي لو غيرت هذه المفاهيم هخلق طلب على تنظيم الأسرة وضبط النمو السكاني. الناحية الثانية بقى كمان، طالما أنا خلقت طلب لازم أقدر أسد هذا الطلب، لازم أكون عندي خدمة جيدة لتنظيم الأسرة وبجودة تسمح للناس إنها تمارس رغباتها بشكل سليم. إحنا المؤشرات عندنا بتقول لا، إحنا لغاية دلوقتي عندنا حوالي 14% من الستات بيقولوا إنهم يا إما مش عايزين يخلفوا خالص، يا إما عايزين يأكلوا الإنجاب ولكن ما عندهمش وسيلة يحصلوا بيها، أو ما عرفوش طريقة يحصلوا بيها على تنظيم الأسرة، اللي احنا بنسميها الحاجات غير المنبأة. عندنا البيانات بتقول أنه في خلال 5 سنين قبل سنة 21 20% من حالات الحمل لم يكن مرغوب فيها في هذا التوقيت. يعني معناها أنهم برضو ما يا إما ما لقوش مشورة كويسة عشان يمارسوا تنظيم الأسرة بشكل جيد يسمح لهم بأنهم طالما مش عايزين يخلفوا يحققوا هذه الرغبة. فدي لازم أشتغل على الجانبين دول عشان أقدر أحل المشكلة. طيب يعني إحنا لو زدنا في 62 يوم 250,000، حضرتك تتوقع يعني في خلال 2024-2025 هنوصل لكام؟ لا بصي، انا ما يعني ما بحبش قوي الفترات القصيره دي، لانها احنا عندنا موسميه في المواليد والوفيات، يعني ممكن المواليد مثلا في فتره الصيف تبقى اكتر شويه لانه الناس بتحاول تظبط عمر اولادها على المدارس. ايوه، فبتلاقي انه المواليد اكتر شويه في شهور يوليو واغسطس. فلما نزيد في 62 يوم ممكن يكون ده السبب. أبص العملية إيه بقى في السنة؟ أنا في السنة زدت قد إيه؟ لا، لو خدنا سنة 23، إحنا في سنة 23 عدد المواليد وصل لحوالي 2,045,000 مولود. طب ده مقارنة بسنة 22 كان شكله إيه؟ الرقم ده كان أقل من مواليد سنة 22 بحوالي 149,000 مولود. يعني إذن إحنا بنتحرك في الاتجاه الصحيح. أيوة. عدد المواليد بيقل ولكن ما هواش بيقل بالقدر اللي احنا يحقق. احنا المفروض بقى نركز على الصعيد الفتره الجايه في الصعيد بالزبط. نركز بقى يعني نحط كل قوتنا الاعلاميه والمثقفين والناس اللي فاهمه والدكاتره والناس اللي هناك اللي مؤثره، المفروض ان احنا نبتدي نركز مع الصعيد بما ان هو اكتر. نركز مع الصعيد بس ما ننساش بقيه المحافظات والا يحصل رده. ايوه. بشكر حضرتك جدا الدكتور حسين عبد العزيز، استاذ الاحصاء بجامعه القاهره ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. يعني الواحد لو العقل زينة، يعني أنا 2 بيتجوزوا، شوف أنت قدرتك المادية إيه؟ والله أنا هقدر أصرف على طفل، أجيب طفل، هقدر ربنا مديني وأقدر أصرف على 2، أجيب 2، ربنا موسع عليا قوي وهصرف على 3، ماشي، لكن هل أنت تقدر تصرف على دلوقتي في الزمن اللي إحنا فيه ده، تقدر تصرف على 5 و6؟ تصرف عليهم منين؟ هتعلمهم فين؟ هتديهم خدمة صحية وخدمة تعليمية شكلها عامل ازاي؟ ولا هنجيبهم ونرميهم؟ ولا هنجيبهم وبرزقهم؟ ما ساعات رزقهم ما بيجيش يا جماعة. ما ساعات رزقهم ما بيجيش، طب ما بالعقل، طب ما نجيب عيال 2 وربيهم حلو وعلمهم حلو واصرف عليهم حلو واطلعهم حلوين كده، ما بالعقل. ليه أجيب عيالة بهدلها؟ ليه؟ وتاني هرجع أعيد النقطة الأخيرة اللي أنا قلتها، ان انا شفت العريس اللي اتشهر على الترند اللي عروسته ما كانتش عايزاه ده طالع في فيديو يقول لك انا معيش غير 4 جنيه، ماشي هتصرف بقى منين على الجواز؟ انت جبت واحده دلوقتي هتقعدها معاك في البيت،
هتصرف عليها منين حضرتك؟ ولا ايه اللي هيحصل؟ فهمنا يعني حضرتك هتتجوز وتصرف عليها منين بقى؟ ها؟ انت معكش غير 4 جنيه على قولك انت، هتصرف عليها منين؟ ولا ايه يعني؟ وبعد كده نرجع نشتكي بقى من الستات اللي هي اللي بتصرف على البيوت وبتنزل تشتغل ويعني مش عايزين ليه؟ ما انت قادر تفتح بيت اتفضل، مش قادر اصبر لحد ما ربنا يرزقك. طيب ده كان ملف وملف مهم جدا. اخر ملف معايا النهارده، طبعا حضراتكم عارفين الموقع المشهور جدا اللي اسمه وان اكسبت. موقع مشهور، موقع رهانات مشهور جدا. الشباب والرجاله والستات بيخشوا يراهنوا جوه وبيخشوا يراهنوا على حاجات كتير قوي، يراهنك على احداث رياضيه، على نتيجه ماتش كوره، على الانتخابات. يعني بتخش تراهن، هم جوه عاملين مواضيع كتير قوي تخش تراهن عليها. في اللي بيكسب، في اللي بيخسر، طبعا الاكثر هو اللي بيخسر لان لازم الموقع يكسب، وهو مش مفتوح لله وللوطن، هو مفتوح عشان يكسب من جيب حضراتكم. فهي دي الرهان. هو يا سيدي لو اي كاسينو من اللي موجودين بره اللي هو قايم على القائم على الرهانات اصلا، هل تعتقد ان الكاسينو ده بيخسر مثلا؟ يعني هل تعتقد انه صالات لعب القمار، هل تعتقد ان القاعات دي والصالات دي بيخسروا مثلا؟ ما بيخسروش. صالات القمار بتكسب، وبتكسب فلوس كتير جدا جدا جدا. هو بيكسب منين؟ صاله القمار بتكسب منين؟ بتكسب منك، من جيوبكم. فلما يعملوا موقع، لما يحولوا صاله الكاسينو، صاله الرهانات اللي بتحصل، اما يحولوها لموقع الكتروني، ايه الفرق؟ ما برضو الموقع ده لازم هيكسب. هيكسب منين؟ من جيوب حضراتكم. ففين العقل؟ المهم يعني ان التطبيق ده اللي هو اكس الوان اكس بيت ده اتشال من على جوجل بلاي في مصر. اتشال، تم حذفه من على جوجل بلاي في مصر. طيب انا معايا دلوقتي على الهاتف الاستاذ احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير. اهلا يا سياده النائب، اهلا وسهلا بحضرتك. طيب لو حضرتك تعليقك ايه على موضوع الموقع الرهانات وان اكس بت وان هو تم حذفه من جوجل بلاي في مصر، اتفضل. طيب خليني بس اكد لحضرتك ان احنا كلجنه اتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنسيق كامل وتعاون مثمر مع هذه القطاعات التنفيذيه المنوطه بحجب هذه التطبيقات المخالفه للقانون. احنا الحقيقه يا استاذ امين احنا عاملين قوانين للسوشيال ميديا، يمكن معظم المشاهدين او معظم الناس ما يعرفوش احنا ان لدى الدوله المصريه قوانين خاصه بالسوشيال ميديا بتحقق الرادع، بتحمي بيانات المواطنين بشكل كبير جدا. من ضمن هذه القوانين واهمها واولها هو قانون تقنيه المعلومات اللي هو 175. في مواد هذا القانون اصلا بيجرم اي تطبيقات زي المراهنات وزي القمار الالكتروني. مفيش حاجه اسمها ان انا يعني لو هناك تطبيقات اسمها قمار الكتروني او مراهنات فهذه مجرمه في قانون تقنيه المعلومات. للاسف برضو الموضوع محتاج توعيه عشان بس نبقى واضحين، لان الشاب او الفتاه او الراجل او السيده هم اللي بيخشوا ويحملوا هذا التطبيق ويدخلوا يراهنوا. وزي ما انا متفق جدا مع حضرتك لان احنا كلجنه الحقيقه بنتابع ده كويس جدا، هم اللي بيكسبوا الاكثر. هو بيحاول يكسبه في البدايه مره اتنين وبعد كده شكرا خلاص، وبيدمنوها على فكره. في ناس خسرت فلوس كتير قوي جدا، وادمان قضايا. هناك حوادث وقضايا سجلتها الحقيقه وزاره الداخليه واعلنت فيها في بيانات رسميه، هناك ناس انتحرت، هناك ناس ارتكبوا جرائم بسبب هذه المراهنات. هي لعبه خطيره احنا بنسميها ضمن العاب الحروب الجيل الرابع على العالم. والحقيقه احنا خدنا اجراءات قويه جدا وعملنا في اللجنه اجتماع طارئ ونسقنا مع الجهاز القومي لتنظيم الصلاه، وما اكتفيناش بس بهذا التطبيق فقط، لا طلبنا من الجهاز القومي لتنظيم الصلاه حصر جميع التطبيقات المخالفه للقانون المصري، وبدايه على طول اتخاذ الاجراءات القانونيه مع هذه التطبيقات. وعايز اقول لحضرتك ان احنا يمكن في بدايه دور الانعقاد اللي جاي ان شاء الله باذن الله، يعني هدفنا وهنضع في مقدمه اهتماماتنا هذه التطبيقات خاصه اللي بتشكل خطوره على فكر الشباب، بل وهناك تطبيقات كمان ظهرت مؤخرا، انا مش عاوز اقول اسمها عشان ما تبقاش نوع من يعني تشهيرها او الاشهار بيها. طب حلو ان في متابعه وان الحاجات دي بتتشال بسرعه، لانه ايه يعني الحاجات دي بتسحب فلوس كتير قوي من الناس، حرام. لا طبعا يعني احنا بنتابعها، حتى التطبيقات الاخيره اللي موجوده دي حملها بعض الاطفال من سن 7 سنين لسن 13 سنه، هي مخصصه للاطفال. بنحاول دلوقتي مع الجهاز القومي لتنظيم الصلاه ان هم ياخدوا اجراءات قانونيه ضدها. تطبيقات مخصصه للاطفال؟ لا للاسف الشديد ده اللي هي تطبيقات عباره عن ايه؟ يعني مش عاوز اوضح، هي العاب.
وفي نفس الوقت فيها مراهنات للاطفال. وللاسف الاطفال انا اول مره اقول الكلام ده في برنامج حضرتك، لان احنا كنا بنناقش الموضوع ده النهارده واتكلمنا فيه النهارده وحصرنا على فكره هذه التطبيقات واخترنا الجهاز القومي لتنظيم الصلاه، لقينا الحقيقه عندهم فكره في الجهاز القومي لتنظيم الصلاه. وانا من منبر حضرتك المحترم بحيي الحقيقه الجهاز القومي لتنظيم الصلاه والاداره العامه لتكنولوجيا المعلومات في وزاره الداخليه لمتابعتهم واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه. طب اخيرا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني استغل وجود حضرتك معايا واسالك سؤال سريعا، يعني والتطبيقات اللي بتدعو للاباحيه واللي بتدعو للفجور واللي بتدعو يعني برضو الحاجات دي عايزين نتخلص منها سريعا، لان هي بتهدد الاسره بتاعتنا وبتهدد بناتنا وبتهدد ستاتنا، يعني احنا نفسنا كمان نتخلص من هذه التطبيقات الصراحه. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه بس في هذا الملف على وجه الخصوص، يعني ده تم حجب نص الحاجات، ده 50% اللي موجودين بس، عشان لكن احنا بنجد البعض اقبال شديد للاسف، وانا اكون واضح في برنامج حضرتك اقبال كبير جدا من خاصه الشباب بيخشوا على هذه الـ يعني التطبيقات، وهذه مخالفه للقانون. انا بقول لحضرتك يعني مجملا ده في تطبيق والله عايز لما اخلص الحلقه ابعته لحضرتك، بيدعو اللي بينزل كده اعلانات يعني فجه جدا وعلى كله، ولا لو عايز انت حد يتكلم معاك وحد تصاحبه ولو انت زهقان ده اللي هو تعارف شباب وبنات. لا بناخد يعني يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. انا بشكرك جدا النائب احمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات بمجلس النواب، بشكر حضرتك جدا على المعلومات المهمه. خلصت ملفاتنا النهارده، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من خلاصه الكلام. كنت معاكم اميره بدر، سلام.